طيب خلونا بقى ناخد حضراتكم بشكل مؤقت كده من الدوحه والمونديال الى مصر وال يعني الاستحقاقات المحليه انجاز التعبير. خلونا نروح للنادي الاهلي اللي اختتم استعداداته لمواجهه الاتحاد السكندري في المباراه المؤجله من الجوله الثالثه. وعلى فكره يعني تقريبا كل مباريات الاسبوع الحالي لكل الفرق تقريبا كده هتكون كلها من المؤجلات من الاسبوع الثالث والرابع. خلينا نستعرض مع حضراتكم يعني مباريات شهر ديسمبر، لان احنا بالفعل عندنا اكثر من تحدي في هذا الشهر، واكيد يهمنا جدا ان احنا نخرج واحنا في صداره الجدول. أول مباراة هتكون زي ما قلنا مع الاتحاد السكندري غدا الاثنين إن شاء الله، والحقيقة برضو كلمة حق لازم تتقال، الفريق المنافس عامل بداية ممتازة في الدوري، كسبان ثلاث مباريات رغم أنه تعرض لخسارتين أمام المحلة وفيوتشر، لكن عنده سكواد ممتاز وكمان معاه مدرب صربي ممتاز، وأكيد أنه أنت هتكون مباراة قوية برضو. متفق معك طبعا. المباراة الثانية مع حضراتكم هتكون يوم 16 مع فيوتشر، ومباراة في برضو صراع القمة زي ما بتقال يعني بكل تأكيد. ليه؟ لأن فيوتشر عنده من النقاط يعني لغاية دلوقتي عندك 13 وفارق عننا بنقطتين بس، حضراتكم متخيلين، فالمباراة كمان هتبقى تقيلة. طيب المباراة الثالثة مع فاركو هيكون يوم 20 ديسمبر تحديدا، والمباراة الرابعة مع سموحة وبرضو دي هتبقى مباراة قوية يوم 25، وأخيرا بقى مواجهة سيراميكا اللي هتكون يوم 28 ديسمبر. يعني مجموعة كده كريم مباريات، ما فيهاش حاجة اسمها مباراة سهلة صحيح. أو مباراة مضمونة، كل المطلوب إننا ناخد كل خطوة بخطوتها وما نفكرش غير في الثلاث نقاط قبل أي حاجة، أعتقد ده المهم جدا. وزي ما حصل كمان في ماتش المحله الاخير، يعني التركيز خلاص يعني خلانا كمان نحصد على ثلاث نقاط، وباذن الله نفضل محافظين على الصداره اللي الاهلي معودنا عليها في الاول. صحيح. في الاخر صحيح. احنا ما نعرفش غير ده النادي الاهلي، يعني حصل ثاني هنرجع نقول حتى لو حصل دروب، الدروب ده بيبقى فتره معينه وبعدين الكبير بيرجع يقف على رجله. صحيح. مره كمان الكبير ما بيفضلش تحت، الكبير لما بيقع بيرجع على طول وبسرعه، فده اللي النادي الاهلي عمله لنا الحمد لله. والفارق ما بين الموسم اللي فات والموسم ده يعني في فرق كبير. صحيح. كبير جدا.